نسيت انك ما بقيتش غفير صغير. لا مش ناس يا جناب العمد، بس انا اعمل ايه لما يجد اللي لازم ابلغه لسعادتك؟ تعمل زي اي شيخ غفر مال هدومه، تستنى لما يكونش في حد وتيجي تبلغني، مش تدخل عليا تارس كده وعايز توشوشني. كلام جنابك في محل، وتعيش ونتعلم منك. قول كنت عايز تقول لي ايه؟ في حاجتين. ما تقول الاولانية. علوان راجع بالغفر اللي معاه، وجالي خبر انه هيوصل بشنين على العشاء بكتير، وبينه مبيت على نية شهر. عارف وعامل حسابي على رجعته ومستنيه. لكش دعوة انت اسبوع لنا. ايه الخبر التاني؟ ايه في اشارة جت من شوي ولازم جنابك تقراها قبل ما نبلغ اصحابها. اهدى العمدة بشنين يخلى طرف يونس برهان جعفر السخاوي من مشيخة بلدة بشنين، ويعين بدلا منه الششتاوي هلال السخاوي شيخا للبلد. معقولة ششتاوي؟ يا أهالي حزبة السخاوي الأجاويت اسمعوا واو سامعيني؟ انت تقول اللي انت عاوزه ششتاوي حبيبي، مش مهم خدي يسمع، المهم انت تقول. وانت بتنحشر ليه بينه وبين ولاد بلد يا حرة الخواجات؟ روح يا جلع انت، المعلم بتاعي دوت ابن بلد اكتر منك. سامع سامع السنكوح، السنكوح اللي بيخدم على زمايلك صوته طلع على سياده. بردون ششتاوي بيخقك عليا، روح يا عليوه روح بعيد. حاضر يا خواجه. ده اللي انت قدرت عليه، روح يا عليوه روح. هخصم من المهية بتاعه قرشين ساق. اهو كده الادب فضلوه على قلة الادب. والمرة تروح تجيب لي عصير حامض من البرميل اللي تحت البنك. بس كده الحساب تقل والنوتة اتملت ششتاوي بيه. يرجع مرجوعني يا اهالي السخاوية الاجاويت سامعني؟ طب سمعني، قول لنا اخبار بلاد برا يا وششتاوي. بلاد برا ايه دلوقتي؟ احنا عايزين نعرف اخبار السلطان الجديد. قال صحيح السلطان ده يبقى عم الخديوي عباس اللي راح ولا رجع؟ بالراحة علي واحدة واحدة، ولا على رأي الشاعر اللي انا نسيت اسمه، ما لكم تكعكعتم ككتكتكتت ابن ذي جنة. يلا هيا افرنكاو. اهدي انت، هتكلمنا بالنحوي تاني يا بششتاوي. مالو النحوي هلا؟ مالو؟ عايز اكلمك بايه يعني؟ انا جايب لكم اخبار طازة، اخبار من لندن عن الحرب. مش عايزين حاجة من جهة الانجليز. طلبك ششتاوي بايه؟ بس كده النوتة اتقفلت والحساب بقى 160 قرش بالتمام والكمال. جنابك ادفع ولا اعمل كمبيالة؟ مالك تكتكت عليا كتكتكم على ابن زي جنة؟ يا رمة يا ابن الرمة روح. اهلا وسهلا يا ابو الحاج، اتفضل. هو فيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.